وللقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي. سيد العسومي، بداية نرحب بك، وهل لك أن تحدثنا أكثر عن دعم البرلمان العربي لمبادرة جلالة الملك المعظم لإقامة مؤتمر دولي للسلام والتي تم الإعلان عنها في القمة الأخيرة التي استضافتها مملكة البحرين؟ شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الكريمة. البرلمان العربي ينظر إلى مبادرة جلالة الملك المعظم حفظ الله ورعاه لإقامة مؤتمر دولي للسلام باعتبارها أهم المبادرات التي خرجت بها القمة العربية الأخيرة التي استضافتها مملكة البحرين، نصرة ودعما للشعب الفلسطيني في محنته الحالية. وقد أكد البرلمان العربي دعمه لتلك المبادرة المهمة في جلسته الماضية والحالية، وشدد على أنها تجسد الحل العربي للقضية الفلسطينية والقام على قامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها مدينة القدس. كذلك ثم البرلمان العربي تحركات العملية السريعة والجادة والمخلصة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة حفظ الله ورعاه عقب انتهاء القمة العربية مباشرة، وذلك من أجل حشد الدعم الدولي اللازم لعقد هذا المؤتمر الهام على نحو معاكسته جولاته إلى كل من روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية، ودعوة قادة البلدين لدعم عقد هذا المؤتمر باعتبارهما قوتين عالميتين لهما تأثير ونفوذ مهم على الساحة العالمية. نعم سيد العسومي، ما أبرز ما جاء في الجلسة الختامية للبرلمان العربي والتي عقدت اليوم؟ ناقشت جلسة البرلمان العربي اليوم عددا كبيرا من القضايا والمستجدات الخاصة بالتطورات في المنطقة العربية ومسيرة العمل العربي المشترك، وكان في مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث ناقشت الجلسة التقرير المقدم من لجنة فلسطين والتي تشرف برئاستها، كذلك التقرير المقدم من لجان الأربع الدائمة بالبرلمان العربي والتي تضمنت العديد من القضايا المهمة على المستوى العربي والإقليمي والدولي، منها رؤية برلمانية عربية شاملة لتعزيز الأمن والاستقرار في العالم العربي، كذلك مستجدات الأوضاع في كل من السودان واليمن وليبيا والصومال وسوريا ولبنان، وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي. ناقشت مقترح البرلمان العربي بإعداد الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال ومشروع قانون عربي استرشادي مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في العالم العربي. نعم، إذن من القاهرة سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، شكرا جزيلا لك.